أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. بدأت قصة العراق مع الدين في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، إذ خرج منها مديونا بمبلغ 80 مليار دولار. في عام 2003 وصلت مديونية العراق إلى ما يقارب 120 مليار دولار قبل أن تتم تسوية الدين مع بعض البلدان من خلال دفع أصل الدين فقط ودون أي فوائد. في عام 2014 تعرض العراق إلى أزمة مالية مع خروج ثلث مساحته عن سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية، وهو جعله يلجأ إلى الاقتراض الخارجي والداخلي لسد العجز في موازنته المالية لتغطية تكاليف الحرب. توقعات صندوق النقد الدولي الفترة المنحصرة بين عام 2019 و 2022 ستتراوح ديون العراق بين 120 إلى 136 مليار دولار. ستلجأ الدولة حينها إلى بيع أصولها وفرض الضرائب في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد العراقي كونه ريعي ويعتمد على النفط فقط. العراق مدين لدول الخليج بمبلغ يقارب 41 مليار دولار اقترضها النظام السياسي السابق، بالإضافة إلى ديون دول نادي باريس البالغة 9 مليارات دولار. إذن اقتربت الديون العراقية من مستوى الخط الأحمر لبلوغها 55% من الناتج المحلي الإجمالي. الفساد المالي والإداري المنتشر في البلد وذهاب هذه الأموال إلى جيوب الأحزاب لتمويل أنشطتها بدل التنمية المستدامة يجعل الاقتراض منهجا مستمرا.